الأمثال الشعبية المغربية كتعتبر من التراث المغربي، فهي كتعبر على ذاكرة أجدادنا اللي بقات كتنتقل من جيل لآخر. من خلال الأمثال الشعبية المغربية كنتعرفوا على تجارب حياتية، كنستفدوا منها بتجنب المواقف السيئة أو الاقتداء بالمواقف الحسنة. لا يخلو قلب مغربي واحد من مثل شعبي، وهو التحدي الصعب اللي غادي يواجهه الجيل الجديد. واش غادي تستوى صفحة الأمثال الشعبية المغربية للأبد، أو لا غادي تستمر، أو لا غادي يتم تكوين، أو لا غادي يتم خلق بعض الأمثال الجديدة بشكل صور جديدة اللي غادي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيتم تكوين تراث جديد. تساؤلات غادي نحاولوا نلقاو اجوبتها من خلال حلقات برنامجكم الجديد مثل وحكمة. انتظرونا قريباً.